أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز عناوينها. أسعار الغاز ترتفع ب26% في ظرف 48 ساعة، وزيادات قياسية في فواتير الطاقة بأوروبا. أسعار النفط تتراجع دون مستويات $80 للبرميل لأول مرة منذ أسبوعين، وتوقعات روسية بتجاوز الذهب الأسود عتبة $120. وفي رفورتاج النشرة تتابعون: جزائري يطور رجلا آليا لإخماد الحرائق وإنقاذ المصابين وسط ألسنة النيران. أهلا بكم من جديد. في المستهل عودت أسعار الغاز في السوق الأوروبية منحها التصاعدي لترتفع بنسبة 26% في ظرف يومين، ارتفاع قياسي يعزز توجهات الحكومات الأوروبية لإقرار زيادات جديدة في أسعار الغاز والكهرباء وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم. تقرير في السياق لنريمان حماني. تتحرك أسعار الغاز نحو الارتفاع من جديد لتعصف معها بالقدرة الشرائية للكثير من الفئات الهشة عبر القارة العجوز، بإعلان معظم حكومات الاتحاد الأوروبي عزمها إقرار زيادات قياسية جديدة على أسعار الغاز والكهرباء. بمجرد إعلان ألمانيا عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص تشغيل خط أنابيب نورث ستريم 2، ارتفعت أسعار الغاز بنحو 12% منذرة بموجة جديدة من الزيادات في فواتير الطاقة التي تنتظر أكثر من 300 مليون مستهلك، تحصيهم القارة الأوروبية باعتبارها الأكثر تضرراً من سلسلة الارتفاعات الجديدة. بلغة الأرقام، تشير الهيئة الأوروبية للإحصاء عن ارتفاع أسعار الغاز عبر القارة بنحو 300% منذ بداية العام الجاري، ما رفع فاتورة استيرادها إلى $150 مليار سنوياً في أعلى مستوى لها على الإطلاق. معظم فاقم من عجز تجارة الطاقة في القارة الأوروبية إلى أكثر من 176 مليار أورو، ما أدى إلى زيادة فواتير الكهرباء بنسبة 18% عبر 13 دولة أوروبية، بلغ مستوى الزيادة في فرنسا وحدها إلى 66% منذ بداية العام الجاري. أكبر اقتصاديات أوروبا لم يكن في منأى عن موجة تضخم أسعار الطاقة، بتسجيل ألمانيا أعلى مستوى لها للأسعار منذ 6 أشهر بزيادة قدرها 35% العام الفارط، وارتفاع في فواتير الكهرباء بأزيد من 9%. تفاقم أسعار الغاز في أوروبا طال أيضاً جنوب القارة بارتفاع فاتورة الكهرباء في إسبانيا بأكثر من 29% لكل ميجاوات في الساعة، وعلى ذاك النحو من المرتقب أن ترتفع أسعار الغاز الموجهة للمستهلك النهائي ببريطانيا زيادة ب 38% اعتباراً من 3 ديسمبر المقبل. هذا وأعلنت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة تعليق آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا والمعروف بنورث ستريم 2، وقد يؤخر قرار الموافقة على عملية التصديق إلى غاية إنهاء أشغال خط أنابيب الغاز وتشغيل المنشآت الطاقوية العملاقة بطاقة تعادل 55 مليار متر مكعب سنويا. لإثراء النقاش أرحب بضيفي في البلاطو الدكتور عبد القادر مجدال، مرحبا بك الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أسعار الغاز في منحة تصاعدي منذ فترة ليست بالقريبة، نتحدث هنا عن حوالي 7 أو 8 أشهر من بداية السنة، أسعار ترتفع أستاذ، مؤشرات
قوية وقوية جدا بمواصلة الارتفاع الغاز. أوروبا الآن بين مخالب سعر الغاز وكذلك مسألة الإمدادات وتأمين الإمدادات الغازية. ربما كيف نقرأ الوضع بالنسبة لسوق الغاز دكتور مجدال؟ في الحقيقة أن المسألة المرتبطة بالغاز تعود في الحقيقة إلى العلاقة ما بين المنتجين والمستهلكين في الحقيقة. ما بين المنتجين والمستهلكين على أساس أن يعني الإمدادات التي كانت متوجهة إلى يعني أهم البلدان المستهلكة خاصة في أوروبا الغربية، هذه الإمدادات تراجعت كنتيجة لتراجع الأداء الاقتصادي العالمي منذ العام 2020. وطبعا هذا التراجع أدى إلى تكبد البلدان المنتجة لخسائر نظرا لتراجع مداخلها وعدم قدرتها على يعني مواكبة الآلية التقنية التي تستلزم الاستثمار بصورة متواصلة في تجديد الطاقات الإنتاجية في الحقول. وهذه المشكلة جعلت أن البلدان المنتجة يعني تنقص من مستويات الإنتاج وتحاول أن تبقي على قدرات يعني إنتاج تغطي يعني التكاليف، وهو ما جعل أن بمجرد الانتقال إلى المرحلة الجديدة التي هي ما بعد يعني التلقيح الذي عرفه عرفته هذه البلدان، أهم البلدان المستهلكة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة كوفيد 19، هذا أدى إلى العودة إلى النشاط بشكل يعني قوي، بشكل قوي. العودة إلى النشاط بشكل قوي لم يستطع أن يعني يحرك الآلة الإنتاجية وإيصال الحاجيات الجديدة المعبر عنها في هذه الأسواق من الغاز الطبيعي. وطبعا الإمدادات التي أصبحت تصل إلى يعني البلدان المستهلكة أصبحت يعني لا تفي بحاجة العودة الاقتصادية لهذه البلدان. إذن هذه مشكلة أساسية. وهناك مشاكل أخرى مرتبطة عندما نتحدث عن نورث ستريم، أنبوب الغاز الثاني لروسيا الذي كان المفروض أنه يورد خاصة إلى ألمانيا وإلى بقية دول أوروبا. هنا تخوف ربما من الجانب الألماني في مسألة إمدادات الغاز من طرف روسي. نتحدث هنا عن غاز بروم الأستاذ عبد القادر مجدان، لا تعتقد أن تخوفات للطرف الأوروبي تولدها ربما مسألة عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وكذلك ارتفاع أسعار الغاز ومسألة فصل الشتاء؟ في نعرف أن فصل الشتاء بارد في أوروبا طبعا هو يعني سي لا كونجكتور، يعني الظرف يجعل ان يعني زيادة الاستهلاك قوية في هذه البلدان، في بلدان أوروبا الغربية خاصة ألمانيا وبقية البلدان. وطبعا الإمدادات لم تصل في حينها، وهنا يجب ملاحظة أن هناك مشكلة سياسية ما بين روسيا والبلدان المستهلكة في أوروبا الغربية. ونعرف الآن يعني الأزمة الكبيرة التي الحاصلة مع بيلاروسيا، وهذا الشيء الذي جعل أن يعني الزيادة في الإمدادات يعني تتوقف لزمن معين، وهو ما أثر في حالة وأدى إلى حالة الندرة بالنسبة لأوروبا الغربية. وهذا ما يفسر في الحقيقة يعني الارتفاع الكبير للأسعار، والمنظمات الدولية تتحدث عن إمكانية ارتفاع السعر من الآن إلى نهاية السنة بحدود ثلث إضافي، نظرا للضغط الحاصل وعدم قدرة البلدان المنتجة وإمكانيات الإمداد على تغطية الطلب في والتخوفات المشروعة وفقا للدراسات والتقارير التي تتحدث عن ارتفاع أسعار الغاز. ابقى معي الأستاذ عبد القادر مجدان. نواصل النشرة. إذا انتخب منتدى
الدول المصدرة للغاز مرشح الجزائر محمد هامل أمينا عاما جديدا للمنتدى خلفا للروسي يوري سنتورين. ببيان لوزارة الطاقة الجزائرية ذكر أن انتخاب الجزائري لتولي الأمانة العامة للمنتدى جاء خلال اجتماع وزاري 23 لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي عقد عبر تقنية الفيديو وضم 11 دولة عضوا بالإضافة إلى 7 دول مراقبة. تولي هامل منصب رئيس لجنة المحافظين في منظمة الدول المصدرة للبترول في 2015 وترأس كذلك اللجنة رفيعة المستوى لاتفاقية الجزائر التي مهدت الطريق لإعلان التعاون التاريخي في ديسمبر 2016 ما أدى إلى إنشاء تحالف بين أوبك والمنتجين من خارجها والمعروف باسم أوبك بلس. في شأن طاقوي آخر، تراجعت أسعار النفط الخام للمرة الأولى منذ مطلع نوفمبر الجاري دون مستويات $80 للبرميل وسط تهديدات أمريكية باللجوء لسحب الاحتياطات الاستراتيجية الأمريكية. تراجع خام برانت القياسي العالمي بواحد 1% نزولا إلى مستويات $81.49 للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ مطلع نوفمبر الجاري، بينما تراجع خام نايماكس الأمريكي الخفيف للمرة الأولى دون مستويات $80 للبرميل منذ مطلع الشهر الجاري، ونزل سعر التسليم الفوري للبرميل خام غرب تكساس إلى $79 للبرميل. أعود إليك الأستاذ عبد القادر مجدال، حتى أسعار النفط كذلك في دائما بين الارتفاع والتراجع، لكنها هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع نهاية السنة الجارية. هل يرجع الأسباب ربما ارتفاع أسعار الطاقة إلى مسألة ارتفاع أسعار الغاز والخوف من نقص الإمدادات؟ هناك العديد من الدول المصنعة تعود إلى البترول بدل من الغاز في الفترة المقبلة دكتور مجدال. في الحقيقة أن يعني الخطط على مستوى البلدان المستهلكة هي البحث عن البدائل، سواء تعلق الأمر بالبترول أو بالنسبة للغاز، والاتجاهات الآن هي تحفيز الاستثمارات في الطاقات البديلة، في الطاقات البديلة على مستوى هذه البلدان من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار. ولكن ما هو مؤكد أن هذا الاتجاه في يعني تغيير يعني نمط الاستهلاك بالنسبة لهذه البلدان يحتاج إلى وقت لكي يترسم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه عملية الاستثمار وتغطية يعني الحاجيات الاستهلاكية التي تعوض فعليا ما يتم استهلاكه الآن من نفط وغاز يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى سنوات، وبالتالي فالأثر الآن بالنسبة لتراجع يعني الإمداد بالنسبة للغاز كما تحدثنا فيما قبل، والآن بالنسبة للنفط هناك ضغط على النفط، ضغط وهناك طلب إضافي على النفط. ولكن يعني التدخلات الأمريكية، رأينا الرئيس الأمريكي كيف تدخل وحاول أن يؤثر في مسار يعني تطور السعر عندما بتشديد لهجة وهدد ب يعني فتح الإمدادات بالنسبة للبترول. ولكن نحن نتساءل ما مدى قدرة الولايات المتحدة على تغطية الحاجة الإضافية بالنسبة للبترول على مستوى الأسواق، حيث أننا نعرف أن الخسائر التي تكبدها المنتجون الأمريكيون الذين كانوا يشتغلون في ميدان يعني البترول وغاز الشيست تراجعوا وتوقفوا عن الإنتاج نهائيا كنتيجة لتراجع أسعار النفط في السنة الماضية، وبالتالي فعودة هؤلاء إلى الإنتاج ليست سهلة، مما يؤدي إلى أن يعني الضغط الحالي سوف يؤدي إلى المزيد من ارتفاع السعر، حتى إذا كان هذا الانخفاض يعني إلى ما دون $80، ولكن هذا لا يعطي في الحقيقة حقيقة الوضع بالنسبة للسوق، لأن في السوق هناك نهم، هناك طلب كبير على البترول وعلى الغاز. حتى نواصل، هناك تقرير كذلك متعلق مرتبط بأسعار النفط. إذن في المقابل توقعت شركة
روسنفيت العملاقة أن تتجاوز أسعار النفط عتبة 120 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام المقبل. ونقلت وكالة تاس المتخصصة في شؤون الطاقة عن مسؤول بارز في أكبر مجموعة نفطية روسية قوله أن المستوى الحالي لأسعار النفط عند 80 دولار للبرميل تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمي ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا. أعود إليك دكتور، شاهدنا هذا ربما الخبر البسيط فيما يتعلق بمسألة توقعات لشركات رسمية تتحدث عن 120 دولار للبرميل. هناك مخاوف دكتور بالنسبة للمستهلكين بالدرجة الأولى من هذا الارتفاع. دكتور، هل تعتقد أنه 120 دولار هو سعر معقول لدول منظمة أوبك للمنتجين النفط بالدرجة الأولى؟ في الحقيقة نحن كنا نتحدث عن إمكانية ارتفاع السعر من الآن إلى بداية السنة القادمة إلى حدود 100 دولار، ولكن يبدو أن تطورات والضغط الكبير على مستوى السوق أدى إلى يعني إلى تقويم الفالوريزاسيون دونك بالنسبة لهذا الإنتاج البترول. ولماذا؟ لأن حتى بالنسبة عندما نتحدث عن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بلدان أوبك من أجل الرفع من مستوى الإنتاج، هذا التهديد يقابله في الحقيقة عدم قدرة بلدان أوبك على يعني تخطي يعني الاتفاقات التي تمت إلى حد الآن والتي سمحت بتنظيم السوق خاصة في زمن الأزمة. في زمن الأزمة البلدان المنتجة قابلت بسعر سلبي. نتذكر كيف أن السعر وكان سلبي في زمن معين. هناك بعض الشركات التي يعني تخلصت من قدرتها من حيث من الاحتياطات بمجرد أنها هي في حاجة إلى تجديد قدرات إنتاجها. واليوم الدول المنتجة الكبرى ربما تتعنت في مسألة مراجعة أو زيادة الإمدادات. نتحدث هنا عن السعودية وقفت قبل سنتين مشاريعها الكبرى بسبب أسعار النفط، لكن اليوم المنتجون الكبار يرفضون العودة إلى زيادة الإنتاج. لا تعتقد أنه هناك من يبحث داخل أوباك عن سعر ربما يساعد كل هذه الدول الكبرى المنتجة؟ دكتور، لابد من سعر يعني تعويضي خاصة فترة كورونا بدرجة الأولى. نعم، لابد من سعر تعويضي. لماذا؟ لأنه هناك خسائر كبرى تم يعني تكبدها على مستوى الحقول. نعم. على مستوى الحقول. لماذا؟ لأن الحقول هي في حاجة إلى 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 يعني تجديد طاقتها. نعم. بصورة متواصلة، وهو الشيء الذي توقف في زمن معين، وبالتالي هناك خسائر كبرى. نعم. تم تكبدها على مستوى الحقول. وليس من سهل العودة إلى نفس مستوى الإنتاج، والشيء الذي يعطي حقية بالنسبة للاتفاقية التي حصلت في إطار أوبيك بلس، وبالتالي فالضغط على مستوى السوق الآن. نعم. هو ناجم عن عودة الاقتصاد العالمي للنمو. نعم، عودة الاقتصاد العالمي نمو. ابقى معي دكتور عبد القادر مجدان، واصل النشرة. في الجزائر اشترط البرلمان وضع جهاز للتعويضات وتحديد المنتجات المعنية بالدعم قبل الذهاب نحو مراجعة سياسات توجيهية للتحويلات الاجتماعية والمقدرة ب 17 مليار دولار سنويا. وأقرت لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري تعديلا عن المادة 187 لإعطاء ضمانات أكثر وضوحا ووضع آليات يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة بإشراك الهيئة التشريعية وخبراء اقتصاديين ومنظمات مهنية إلى جانب الدوائر الوزارية. ومن شأن تعديل المادة المثيرة للجدل تأجيل تطبيق الإجراء الجديد إلى ما بعد 2022 واستكمال النقاش لوضع آليات التعويضات والتحويلات النقدية المباشرة. أعود إليك دكتور عبد القادر مجدال، ربما هذه المادة ومسألة توجيه الدعم أخذ الحيز الأهم في نقاش قانون المالية بدرجة الأولى. دكتور مجدال، ربما الآن النواب يبحثون على مسألة وضع آليات حقيقية أو لجنة استشارية بدرجة الأولى مع وضع الآليات. دكتور عبد القادر مجدال، قبل البداية الحديث عن مسألة توجيه الدعم ومن يستحقه.
في الحقيقة أن هذه العملية هي عمل خبرة، هذا العمل هو عمل خبرة يخرج عن نطاق أي تفسير آخر، بمعنى أنه عمل الخبراء في ميدان الإحصاء والخبراء الماليين في إطار لجان متخصصة والبحث عن 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 مكامن الضعف في القدرة الشرائية بالنسبة للمواطنين هي عملية تحتاج إلى دراسات يعني مسبقة قبل الخوض في هذه العملية. لماذا؟ لأنه التسربات التي حدثت لحد الآن هي تسربات في الحقيقة هي مرتبطة بتوجه عام كان يركز على دعم العام بالنسبة للأسعار والمعيشة بصورة عامة لكل فئات المجتمع كصيغة من صيغ توزيع الريع البترولي على الجزائريين، ولكن الآن الوضعية يعني تختلف تماما. لماذا؟ لأنه القدرات المالية بالنسبة للدولة تراجعت بشكل كبير السنوات الماضية منذ تراجع أسعار النفط وعدم إيجاد البدائل بالنسبة للنفط وعدم القدرة على الرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات بالرغم من الأرقام المذكورة خلال السنة الحالية، ولكن نحن نحتاج إلى نظرة تسمح للبلد بأن ينتقل من أرقام تصدير مثلا خارج قطاع المحروقات في حدود 4 ملايير دولار هذه السنة على أن ننتقل العام القادم إلى 6 إلى 8 ملايير، وبعد 3-4 سنوات يجب أن هذا المسار يعني يبقى مستمر، ولكن إن حدثت يعني ديريبتور يعني توقف إن حدث توقف في هذا المسار هذا يؤدي بنا إلى يعني الاتكال بشكل أساسي على المداخل النفطية، وبالتالي فالاتجاه العام هو فعليا لابد من توجيه المساعدات المالية مباشرة إلى الأسر المحتاجة إلى هذه المساعدة والإبقاء على نفس السياسة الحالية ما لا تؤدي إلا إلى المزيد من التدوير. عمليا دكتور عبد القادر مجدال، هل نستطيع توجيه الدعم في هذه الفترة بكل صراحة؟ هل ربما نبحث عن الآليات الحقيقية لتوجيه الدعم بدرجة الأولى بما أن الأرقام تجاوزت كل توقعات في مسألة دعم المواد الاستهلاكية، دعم النفط، الكهرباء، الماء، الوقود، كل هذه ناهيك عن دعم السكن. الجزائر تدعم العديد من المجالات دكتور قادر مجدان، هل هذه الفترة مناسبة لتوجيه الدعم ومع رقمنة كل القطاعات لتوضيح من يستحق الدعم بالدرجة الأولى دكتور مجدان بما أننا ندعم كل شيء في الجزائر؟ لا، هو في الحقيقة أنه عندما نصل إلى حدود 25% من ميزانية الدولة هو عبارة عن مساعدات يعني بصيغ مختلفة تمس المواد الاستهلاكية، السكن، التربية، الصحة وهكذا يعني وبشكلها المطلق. هذا في الحقيقة هذه الطريقة في تقديم الدعم هي غير محبذة ولا تؤدي إلا إلى المزيد من الضغط. لماذا؟ لأنه مثلا عندما نحدد السعر في مستويات معينة مثلا للحليب أو للخبز نحن نتساءل في مباشرة هل أن هذا السعر يتم تطبيقه فعليا؟ هل يستفيد منه كل من هو في حاجة إلى أسعار منخفضة أنه يستفيد من هذا السعر المنخفض؟ وبالتالي التحقيقات تؤكد أنه لا، غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك ضغط كبير على وطلب إضافي كنتيجة للسعر المنخفض، وفي نفس الوقت الطاقة الإنتاجية في هذا نوع من المنتجات غير كافي لتغطية كل استهلاك. مسألة أخرى أستاذ، تساؤل آخر أستاذ عبد القادر مجدال حول ضبط أرقام التضخم في الجزائر. ندرك أن حجم تضخم المدن الكبير في الجزائر، تحدث عن الولايات الكبرى، الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، هناك فوارق كبيرة في مسألة ضبط أرقام التضخم دكتور مجدال، يعني حتى بالنسبة للأسعار مقارنة بالولايات الداخلية تختلف رغم وجود بعض السلع المدعمة بالدرجة الأولى. مع ضبط أرقام تضخم المدن دكتور مجدال حتى نضبط ونعطي قيمة حقيقية للدينار الجزائري؟ وفي الحقيقة أن مسألة التضخم هي مرتبطة بعنصرين أساسيين. عنصر الأول مرتبط بتراجع قيمة الدينار
وبالتالي فإن كل المنتجات التي يتم استيرادها خاصة ما تعلق بالاستهلاك الواسع لمختلف المواطنين، فأسعار المنتجات الاستهلاكية المستوردة الآن يعني ارتفعت بشكل كبير جدا وبشكل محسوس، تضاعفت الأسعار بقوة كنتيجة لتراجع قيمة الدينار. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك ارتفاع يعني لأسعار المنتجات داخليا، مثلا المنتجات الفلاحية الطازجة، المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا كنتيجة ل يعني عدم قدرة المنتجين في الجزائر على مواجهة الخسائر التي تكبدوها في فترة سابقة، نظرا لتراجع الطلب من جهة، ولكن أيضا كنتيجة لارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية. ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية أدت إلى ارتفاع تكاليف والمنتجين. هناك قرار سابق من وزارة الفلاحة لمسألة دعم المدخلات الفلاحية لتجاوز الفلاحين هذه الأزمة ومسألة ارتفاعها في البورصة العالمية، هي ارتفعت في الأسواق العالمية. أستاذ مجدي، ربما تساؤل آخر أستاذ، كيف نحدد الأسر الفقيرة في الجزائر؟ من يمكن أن نمنحه الدعم في ظل وجود سوق موازي يغطي 60% في الجزائر الأستاذ عبد القادر؟ في الحقيقة أن الأسر المعوزة التي تحتاج إلى مساعدة مباشرة يجب يعني حصرها انطلاقا من تحقيقات التحقيقات هي الوحيدة التي يمكنها أن تقدم الأرقام الحقيقية وأن تعطي يعني المستوى الحقيقي والفعلي الذي يجب يعني تغطيته من طرف الحكومة عن طريق الميزانية من أجل تغطية الحاجة الاستهلاكية لهذه الأسر. وطبعا الدولة عندما تتحرر في الحقيقة من الدعم المباشر وبشكل يعني مطلق سوف يعني يساعدها ذلك في دعم قدراتها المالية التي يمكن طبعا للحفاظ على احتياطات الصرف بالنسبة للوالدات بصورة عامة، ولكن أيضا بالنسبة لدعم يعني بشكل أكثر فعالية للمواطنين الذين ليس لديهم قدرات دخل كبرى. مع العلم أن الآن يعني تراجع القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن الآن أصبح أكثر من شيء محسوس، يعني هو شيء محسوس بشكل كبير جدا، وهذا هذا التراجع في القدرة الشرائية لا يمكن تغطيتها فقط عن طريق هذه المساعدات المباشرة. ربما تساؤل آخر أستاذ مجدان، هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي في الجزائر، نتحدث عن فائض الميزان التجاري منذ سنوات لم تشهده الجزائر، كيف يقرأ على قدر المجال هذا التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي بالدرجة الأولى؟ في الحقيقة أن يعني هذا التحسن مرتبط بتحسن، هناك تحسن في المبيعات النفطية بالنسبة للصادرات، بالنسبة للمبيعات النفطية هناك تحسن طفيف ولو طفيف يعني بالنسبة للصادرات خارج قطاع المحروقات. وفي نفس الوقت هناك سياسة حكومية التي تكبح من الواردات التي خفضت مستويات الواردات إلى أدنى مستوى ممكن، وبالتالي لأول مرة منذ سنوات منذ تقريبا حوالي 8 سنوات هو إجراء مهم، جاء في زمن الأزمة، وهو ما ساهم الآن في أن مستويات الصادرات سوف ترتفع أكثر من الواردات. الواردات سوف تكون في حدود 30 مليار دولار والصادرات ستصل ممكن 35 مليار دولار، وبالتالي هذا أدى إلى الفائض في. شكرا أستاذ عبد القادر مجدان، كنت معي في النشرة الاقتصادية، تحدثنا عن 3 ملفات، شكرا جزيلا لك، أشكرك ونلقاك في فرص أخرى بحول الله. إذا نواصل نشرتنا في شأن اقتصادي آخر، هوت العملة التركية الأربعاء لتصل إلى أدنى مستوى في تاريخها ما يفاقم خسائرها بحدود النصف منذ بداية العام الجاري. انهيار غير مسبوق يعاكس تحسن المؤشرات الإيجابية القوية للاقتصاد التركي، ما يثير علامات استفهام واسعة حول أسباب الانزلاق السريع للليرة مقابل الدولار. تقرير في السياق لعبد النور حفصوي.
تنهار الليرة التركية مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار بتهاوي معدلات صرف العملة المحلية لعشرة فاصل خمسة وأربعين ليرة مقابل الدولار الواحد. مستوى قياسي يعكس فقدان الليرة التركية لأكثر من 41% من قيمتها في عشرة أشهر، فترة كانت كافية لفقدان العملة التركية لأكثر من ثلث قيمتها أمام العملة الأمريكية في منحة تنازلي تتوقع أسواق العملات بتواصله لكسر حاجز 11 ليرة للدولار الواحد في غضون الأيام المقبلة. تهاوي تاريخي يبرره المتابعون للشأن المالي التركي بمحاولة أنقرة تعويم العملة المحلية لإضفاء مزيد من التنافسية لمناخ الأعمال في البلاد في مسعى لتحفيز النمو باستهداف توسع اقتصادي بنسبة 10% بنهاية العام الجاري، لتسجل تركيا بذلك ثاني أعلى معدل نمو في مرحلة ما بعد كورونا عبر العالم. غير أن الخطوة التركية الغير معلنة لن تكون دون تبعات على الاقتصاد المحلي الذي سيواجه معدلات قياسية للتضخم السنوي لتناهز 20% بنهاية العام الجاري. رغم مؤشرات أداء الاقتصاد التركي الإيجابية بتراجع نسبة البطالة إلى أقل من 12% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وارتفاع قياسي في صادرات البلاد وتحسن أداء القطاع السياحي. لامست العقود الآجلة للبون لشهر مارس القادم في بيانات للتداول في نيويورك 3 دولارات للرطل الواحد لأول مرة منذ جانفي 2012. وارتفعت قيمة العقود الآجلة للبن لشهر مارس بنسبة ناهزت 2% مسجلة أعلى مستوى لها منذ عقود. وارتفعت أسعار القهوة للشهر الخامس على التوالي في أطول فترة زيادة منذ 2010. ارتفع التضخم في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2011 خلال أكتوبر الماضي بمستوى يزيد عن الضعف من توقعات بنك إنجلترا. ووفقا للبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية الصادرة الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بـ 4.2% الشهر الماضي مقابل توقعات بـ 3.9%. بالعودة للشأن الجزائري، استطاع الشاب خالد باسطة وفريقه تطوير رجل آلي يمكن من إخماد الحرائق وحتى إسعاف المصابين وسط ألسنة النيران. مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق، فالروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكر عن شرارات الإنذار. بورتريل نريمان حماني. بين أجنحة المعرض الدولي لأنظمة الأمن والحماية يقدم خالد أحدث ابتكاراته، رجل آلي بقدرة تدخل لإخماد الحرائق وحتى إسعاف المصابين أثناء نشوب ألسنة النيران. احنا عندنا ابتكار هو روبوت لمكافحة الحرائق، الاسم تاعه اسمه إيكوزيوم. طورنا هذا الروبوت لتطوير مجال مكافحة الحرائق هنا في الجزائر، وهذا الروبوت يقدر يحمي يبروتيجي دي جون. روبوت خاصية تاعو نقدروا نبعتوها ان ديستونس تاع 300 متر، وعنده لو جي تاعو يقدر يلحق حتى 80 متر. هو سان روبو يلي اوتونوم، يبو فونكسيوني جوسكا 6 اور دوتونومي، فيه دي باتري يبو ريزيستي. مزايا هذا الابتكار الجزائري لا تتوقف عند التدخل في مرحلة ما بعد الحرائق، فهذا الروبوت يحوز على استخدامات تتيح الكشف المبكر عن شرارات الإنذار. عنده الخاصية الثانية تاعو تما يقدر يترانسبورتي عندنا امالاد ولا امبليسي، نقدر نحكموه نحطه في برونكار ندوه الى منطقة آمنة. الان الروبوت هذا طورناه باش نقدروا نبينوا لي كومبيتونس الجيريان، تسمى الشباب الجزائري واش يقدر يدير. بخطوات ملؤها الفخر والاعتزاز يحدثنا خالد عن ابتكاره، كله امل للشروع في انتاج وتسويق اختراعه على نطاق واسع. احنا عندنا معرض في دبي في شهر جانفي ان شاء الله، راح ندو الروبو هذا ان شاء الله ندخلوا للاسواق العالميه ان شاء الله.
هذا ويطمح المنظمون على غرار المشاركين في الطبعة الثالثة للصالون في أن تشكل التظاهرة بداية لتصدير ابتكارات الجزائر ومشاركة أوسع للبلاد في محافل دولية مماثلة. قبل ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها. أسعار الغاز ترتفع ب 26% في ظرف 48 ساعة وزيادات قياسية في فواتير الطاقة بأوروبا. وأسعار النفط تتراجع دون مستويات $80 للبرميل لأول مرة منذ أسبوعين، وتوقعات روسية بتجاوز الذهب الأسود عتبة $120. وفي روبورتاج النشرة تتابعون، تابعنا جزائري يطور رجلا آليا لإخماد الحرائق وإنقاذ المصابين وسط ألسنة النيران. بهذا نختم النشرة الاقتصادية، ألقاكم في النشرات اللاحقة. يا من الله.